السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جميلة ولينا للطرز. الفيديو تاع اليوم راني يعني حنكمل كراكوة تاع بنات الصغار اللي كنت بديت خدمتكم جهة تاع ظهر. اليوم حنخدم جهة تاع الامام، وهذا هو الرشام اللي عندي. كما كنت تشوفوا هنا الرشام، هذا العلو تاعو عندنا قريب 2 سنتيم، وهنا هذا الرشام شوفوا منا العلو تاعو. ندير المسطرة، العلو تاعو يوصل نورمالمون يوصل لهنا باش يجي سواسوا، يوصل حتى 7 سنتيم. وزين عندكم هنا العلو تاعو، ندير غيكلي حطو هنا، حنطلعو حتى الحقا 20 سنتيم، على خاطرش هاد الكراكو كبير على رشام تحت الكراكو. وهنا بين رشام الفوقاني ورشام التحتاني يكون انفيد، ندير غير خيط تاع الحواف. مولاتو ما حوستش على حاجة رشارجي، قالت لي ديري لي هذا رشام في 3 كراكوات تاع بنات صغار، كل واحدة والمقاس تاعها. في لازم من يكون هنا العلو مختلف من كراكو لكراكو. دوكا هذا الموتيف لازم لي موديفيه، دوكا نروح الميكرو ما نولي لكم. هذا هو رشام تاع الكراكو كما كنت تشوفوا في الميكرو. دوكا باش نموديفي الكراكو هذا على حسب هذا الكراكو اللي عندنا، دوكا نشد جهه تاع الامام، ندير ورقه بيضاء من تحت على خاطرش هذا بالاسود لو كان سكانيوه هتخرج الناش. هنا لازم بازيو على هذا، لازم يكون سوا سوا في الاخر هكذا ونسكانيه الملف سكانر. لازم مش خرج لي الورقه البيضاء، ندير الورقه البيضاء من الفوق هكذا، ندير هذا الكراكو كما تشوفوا، ندير ورقه فيه بيضاء نديرها من الفوق، ندير نرميزي اللي خرج لنا. وكان ندور هاوليك الكراكو كيما راه مفصل. دوكا هنا نحي، ندير حق الخياطه نفصل عليه سوا سوا، ندير هذا الجهه التحتانيه كيما راكم تشوفوا، نكبر شويه هكا، ومن بعد نروح لهذه تاع الخياطه نديرها بالغوش. ما قلت لكم نزيد شويه، هنا ما نديرش هكذا الخياطه، ونحط حتى لهنا تبع الفصاله تاع الكراكو ما كتشوفوا. ندير اوكي ونسيليكسيوني هذا الاحمر ونشوف المقاسات تاعو. عندنا 28.5،
على 19.7 صافي يجي سوا سوا. ومن بعد دوكا الحاجة اللي نديرها بسكت راسيت نسيليكسيوني هذا الباترون ونفاصيه ميكرو راه ثقيل يبطا. وكان سيليكسوني هاد لازم ليه هاد الدسان طلعوا على حساب هاد الخيط الاحمر. شو ندير نسيليكسوني الدسان هكذا ونطلعو طلعو ونميلو. دوكا نزيد واسيت بالبوتون دغوا دوبلالي ندير بالبوتون غوش نسيت واحد كي سيليكسوني يدير حسابو باش يسيليكسوني مليح. ونطلع لو موتيف ومن بعد نزيد نواسي عليه باش ندورو. هكذا ندني شويه لو موتيف هكذا لازم يكونوا برك متلاصقين. دونك كيما راكم تشوفوا لو موتيف راه على حساب الاخر على حساب الفصاله الجديده. وكنولي لهذا تاع الباسيف لا وندوز عليه سوا سوا. ندير اوكي وكان رجلي هذا ندخل في سبيسيال نغسلو على حساب الخيط الباسيف هذاك تاع الحافة اللي كاين الخضر. راه رقيقة عليه نزيد نحشم شوية وكان نورمالمون هكذا راه مليح. وكان فاصي هذا الخضر سيليكسوني ونفاصيه ومن بعد الرجلي هذا الاحمر الفيل نرجعو كيما عرشان 0.25 تباعد. ومن بعد ندخل في هذا هذا دوكا لو كان نخليها هكذا هذا الحاف حواف هذو تخدمهم لا ماشين مع الاخر. الو ندخل هنايا مع مكرام هنايا شوف كيف تشوفوا هنا الاخر نطلع هذا الاول قبل رجعوا هو الاول تخدموا لا ماشين هو الاول هاوليك طلع. نزيد لهذا فنزيد نطلعو هذا الخياطة هي اللي تجي الأولى ماضي هذا نرجعهم بالخضر نزيد السيليكسوني هذا نضرب الخضر وكندير تحديد الكل ونشوف لي ديمونسيون. بون في العرض 28.6 ها لي ديمونسيون وفي العلو 19.8 هنا دوك لو موتيف راه مليح نكوبيه لا ماشين ملف حف بي اس ندخل في الاج ندير اوتو دي اس تي ندير انغيجستري
فيبدل لنا هذاك اللي هو الدكاع في بلاس تو يغومبلاسي هذا. وكندير القماش في الكادر بعد نولي ليكون كيما راكم تشوفوا راني درت الموتيف لا ماشين ورجليتو رجليت لا كولور. هنا درت القماش في الكادر كندير فان ديديسيون كودر دي فيروياج دا لا ماشين. هنا كيما راكم تشوفوا الخياطه عندنا 1 سنتيم هنا 1 سنتيم وهنا كنت قادر نزيد حتى 30. انا درت لي ديمونسيون تاعو 28.8 معليش هذه قيس الخياطه. كما تشوفوا او لو باسي بلاك ملاتو جاسو سوا مع الصالة تاع الكراكو كان الماشينات كمل خدم واش بقى. كما راكم تشوفوا راني كملت الخدمه تاع هذه الجهه. راكم تشوفوا هنا الخياطه راهي مليحه 1 سنتيم لو موتيف مكمل مازال برك هذا البلاستيك ومازال لي نكملو تاع دوفون هذا نزيد ندير لكم فيديو عليه. ما تنساوش ديروا ابوني القناه تاعنا وما تنساوش ديروا لايك هكذا باش يوصلكم كل جديد وبارطاجيونا هكذا باش تعم الفائدة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.